بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا دك جوكتان كوسو دوادة وردك دجا أوكي ما أنا مجال هذا بيدبو عاصمة دكوميل جاركا الدولة دمايلان أيانو كو إيجي دونا كوسو دوادة مرة بعد يمر سدحات ورباهين تكوبا هودي ساوثن ميديا كوبريشن أمر والبعد كهشان ورك حقيقيين كه سياسة دا إسديدن إيكوة إسأقل إسرا سبين إيجيس كأفريكا مدن أياشا يمروين كقيمة إيقايا لها الدنيا دا ميلو البو أدك جوكتان مر لباد إي مرسا دحادو حان إذن لين نهي تانيوا SMC آن لإذن كلاحين هدي عودك وفي عاية هاي إذن كا إدي دونا عودك وفي عاية هاي كومات داهي دونو هدي عودك وصن فعنين إذن كا إدي دونا عودك ما فعنا معالين كالوغا يو عجلت دا بدل عودك مو ناكسي مساء مو ناكسنا هدو سن ناكسنين مو ناكسنا دليدين ورعودكم مو ناكسن يا مساء مو ناكسنا good okay good بيدبا وحاهبدا كسعودا شر دك دك اه كاسو اي قادان ايان سراكيشا اوغوس الرئيسا اتوبيا ايكا جوكتا استيت كمايلاند يا مدحوينها الدولة دا مايلان ابدا عسيس اللفتا قرين يا سنتر رضا يا حل دبان نضا استيت كاسو جيدا اي مقالة دا بايدبا كتاقي ما انتو قدن بي اي حمر كتاقي وما انتو قدن بيينا بايدبا قاري اسلامر كانا حل دبان نضا سيد دراويشتا كرمير اي كوسا مينا يين ما انتي ابابل كدقال الدولة دا حسن شيخ محمود او قبيليسان اي كوسو قاديسو استيت كان مايلاند أنا مرّبو معني الشركة عسي وهذا ولي اللي جوجرو إن أنا كسي هرودعه بس لكن وحنور كي كوسو كوبية أنا كوسو جابينية هدي أنا كجوك سنين حكومة حسن شيخ محمود يكواحد الدلجري يدم الجديد قابك قبيلة سن ويرك معني أي وضان هدي سن جوجين وحن أجهي مجال هذا مقدسه إن لقى قحدونه هدي أي أتكادان الدم الجديد يدلجر إن بيدبل لقى قحدونه أما بيدبل لقى قحي أما حمرة لقى قحي لبضع سميت أي نقد دونتا شركة سماش كصعدة ضمبابيرتا معني كصوبح دونتا كلي ميد دتك نل الأهرسيد دونتا ما نقد دونتو وحي نقد دونتا ماركيس هداي سن كلابنين وي فيلا سوماليا قرشا هدا أي وضو دولانك أي كتهاي استيت كان وحن أم لينيا إن ماركيس معنيه لغا شلين دونا أما لغا قوما مين دونا مامول كان الله وطه رب العالمين أيانو مامول كأدينينا محايا لي أنه أدوم الله قاميانا هدان أنه قلنا ماركيس ما يفولك وحاوير صف بلارانا سوق هذا إذا ماذا الشباب أو أي أمر سين أيان حسن شيخ محمود يدلجر يكورنيل حسن داهر أويس أدو تقانان كورنيل بقدبي وهاتن لودة الحسيي درجة أغس رئيسة الصوماليا سريي قوت إساقو أو حبسي كجرات أغيدين كارتوين كاللوغو داقال لما ينا إساقو أو كدن بيو إسلامر كاسنا معني لو قابل سيي داقال لده بنت لاند وساقاشماتكي أو كدقال لما يجري إيوه قبل كان ميلان إلا إيه كسمايو لحدان قبل كارتادي لغو قبان لهانا إساقو أو سو ديران ديريي ملتري أهان لو قدن بيو لسمها عيدا مدان هادا ديسان إلا بدا سانو حسن أو توغانا يعني قابك محاكيمتا لو ديسايو يمعوس ليدا فكر كاسي فلسفة داسي أو إساقو ليهي تاسونا أه ماشا أو كعريسان يهي شيخ شريف شيخ أحمد مركا أو إدا عد سو إستاقو أو ليهي صوماليا هل قوتو أو توس أو داقا لامي كرتا مانتي دولة دا صوماليا ملاحان وانا رنتي محايا لي كارتا دا ساحيب كيسي هوري يا محاكيم تا إسكولة جيرين لكن اي كسو كلا جبين ايا لغو دقايا ماركيسي معنيه هوشا هدي آن سوق بقبينو سي كوبان وحان ربا إنا نساور كوبان آن كولاو داقو بين تا إيا بروباقان دادا براها بلشادة للاو ريقايو إيا إن أي وحكما جيران أي تاي وحا أمد اللو سوير أيو يسيد حقيقة دا أي تاي سوور كان هدام كتوسو ماركيسي دوت معنيه أياد ككيني دونتا وحان إيقي دوننا ماشان وحادكو أركيسا
مدحوينهن جمهورية فدرالك الصوماليات مدنى حسن شيخ محمود. حسن شيخ محمود وحو لفرديا نين إتوبيان أه وحو لفرديا مدحتوية الصومالية وننك إيقاد فلنت أقابل سن حقيها قودوي إيقاد ونين إتوبيان أه وحانا لقوقو شيكي عيدا مضا إيسراكيش إتوبيا إيشوغا بايدابو كنا جوغا مقع ميدوغا أفريكا أما أدبس إن يعني دادكي سلامة أما لا إستاغا أما لا شقايا إن أي إتوبيان كلا أيهين عدونا أي كويهين ودنك صوماليا سؤال أن كويدية مرك سيدي لوغا قدي كرا صومالي دا نظيف كاه غارهان دادك ميلان كسو جيدا أو ليدي أن إذن حكونو هدان إذن حكونو ودنيين باتيهين أن إذن أدونسنو هدي أن إذن أدونسن كري وينانا معنيه أجنبي باتيهين ششاي كالكال باتيهين موادين متيهين صومال لماذا جنسية دو والا إذن كالان نقن وحاوي خائن الوطنيين أيا لإذن كو آدين محكمة با لإذن سو تاقيا خائن الوطنيين ما لإذن توغانيا هدي معنيه أديدان إن أن نغا إذن أدونسنو قبلينا أن كفسنو أن إذن دلدلنو مركب فلسفة دا سعطا وانو عاسي واكا وركاني ميه هاي حسن شيخ محمود مسوا كبين شيغ هيا ويلك او لفر دي مانتا مدحتو يدا صوماليا سو إتوبيان ماهن او عسومي وماركا يسمعني فيلا صوماليا وليبا عالنك إتوبيا او اتاقي ولا ليال مركب محا ومدى صوماليا بانتا لوغو شيغيا حسن شيخ محمود سو يال كيسانا صوماان ننكا يعني صومالي قلبين إتوبيا كتر سنتاي مدحويني يقول رأي رسومان حسن شيخ محمود صوما أهن ننكا ماركا يسمعني تانجيدي صوماليا أي لهايد عيدا مدي حوقة كبر براي كارا مرد إيا ماشاس مركا لقاييري ويقردر نايين لول إتوبيا بي كسو دولين دالمين بي أهايين نمان كان ماشا كسو دولين ننكا دها يسو إساقو ماهن حسن شيخ محمود صوما أهن ننكا جيجيجا كسو دانتيي حسن شيخ محمود ننكا مال الزناوي مركو قيريودي أبرار ديقايي أويناي مي هاي مسماهن حسن شيخ محمود صومهن نينك تي بي ال اف تيرم كي هوري لا شقيناي حدنا مركو سو نوقدي سراكيشا تي بي ال اف ا تكريغا مالما اسغو جوغا باسبور دبلوماسي او غويناي مغالده مقدسو او وليبا مهد سلاد هوتيل او ادركيسو ليهي ماركاي سمعني سو دويناي هوتيل كي مهد سلاد او كو قيرجيي جنرال جلال دادكو ما اوغا تاسي علي مهدي حسن شيخ محمود هدي لي علي مهدي دل سي اد نوغو حقيجيسد ان داعد نوغو تادان هبر غديرناهي ماركي كرسي لا ساراي وعلي مهدي سنتو او ديباي او هبر غدير او كينتاي وحد موقتيين ان جنرال جلال او هوتيل افريك هوتيل لي يرادو لوغو ويراراي او دول دولدو اي لهيد اما دنغود ما صلاد يا ادركي اي كو دستين معني هوتيل هوتيل كاسي جنرال جلال لوغو دلي جلال ان ماركي سمعني ما صلاد انو كدنباي خارجنتيسي سبب علي مهدي قرني علي مهدي عقبات وهبر قدر كوي هاي كرسي مرة بتاع علي مهدي دل ساسة هاي هبر قدر عقبات حسن شيخ محمود كرسي جيسي عقبات وحاكون نقل علي مهدي حجة الله قرده وهي هاي جنرال قلالنا سبب تلو دل محيط هاي محايا لي ما هات صلاة او اركايي جنرال قلال ما اركيس انو عدو يهي سبب عير بيس ليهيني محايا لي نكا كارتاد او دجينايي إلو سنة والجماعة نمانك أي دهان أي كردسان قبل هذا دهي وحو أها جنرال قلال مركة جنرال قلال ما دام إلو سنة والجماعة دادك كارتاد أود جيه أو أها أي كدن بيين ده ما هات سلاد ولال كيسان ياد دلي إلو سنة والجماعة دي شي ما هات سلاد محمود سلاد ياد دلي ولال كيسي كوينا أو أمير هذا الشباب كترسان مركة يسوه ويرارين قرعيل يردول كاسي إساق يتمي تشلع نما أي دهان أمر صدقة أو أمير الشباب أها لبدو ذا سياماشا وراي إلو سنة والجماعة قرقور مركو يماد إلو سنة أي لد ولد دقال لماي واتي مهد سلاد قرقور أو نباد إنو لول أها أو تاقيري أو كو تاقيري لد دقال لنك إلو سنة والجماعة مركا باشا سيدا سي أو تحنايد سلسلة دا يدن وحنا لغو دارين وحنا لغا جارين نعايبنا أن كجرين حقيقة دا مركا ولا ليال شباب كي سوو ويرر تغي عاوة ما يفول كمجال هذا بيدبا وير كسو قاضي صف بالعرب بيكسو قاضين وحي يصير هذين ماشان إذا ماذا قيبت الحدمات ولا قاضي حمسة عبد البرئ يا قاطئ كفى إذا يستع أو معركة يسمعني هول جيستع هل حبك ما فيجن ميدت كهذا يسنصاب بلجن موتشي ماشة دولة بتشوكته لكن وعدت نافي
هل كما نقول عيدا مضي هوية الشباب كأها ماشاء الله وضا وراي ما يفول كعاوة وحاوي ورابها دو يمادو وكدر قيا هلبها بني آدم كعنا ميدت كسيدا سي اتحيين دقال وحا عي عقلي قبلي آدم كأوديداي لكن لول كالا ديجي دراويشتا لول كالدكتاي وحي إسلاحيين عيدا كي قيبت اللي حيدا مضوي بحيني كفا إذيستا سيدا برا والله صور رمانت لول كالا ديجي لول هل كما فيجن انت اسان ادين لو داقي لهين شركة كالسعودة مقالة بايدابو شركة سي ميسان كيسو علوسيح هدين مصر مقدشة لقول الشراء او سيدي تميو سردون يدرعد اي جوغان سراكيشة سرسرة اي مصر لو صوت دري سي اي اصهميان ماشي لقا قلي لها استيديادان اي ايطوبيا هدبا هدين بايدابانا وحاوي شرقان لوكالا كعين بي كولا يهين بايدابو وحانا ماشا سي maalmihii u dambeeyay la keenay hub aanan garanaynin waxaan ku sifeynayo anaga Soomaali hadaan nahay hubkan isku dili jirnay hub aan ahayn baa la keenay meesha kan isku dili jirnay hub ka duwan ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo marka aniga xataa waa arkay laakiin hubkaasi hadda maba aqaanba ilaahay baa ila og shaygaadan aqoonina in lagu dambaabo maahan marka sidaasi awgeed Itoobiya la la diriro hadana caawa villa Soomaaliya in Itoobiya macni wiil Itoobiyaan ah oo dhex joogo oo tagay maantay marqaati ay ka tihiin wasiirka arimaha gudaha dibadda Soomaaliya in uu ku soo dhaweeyay airport-ka aad u jeedeen wiil Itoobiyaan ah makaroofanka tuu soo qabsadana uu ku leeyahay Itoobiya halala diriro hadii macnaheey lafta gareen iyo inta lamidka ah ay naga ogolaadaan markayses inaan adoonsanana markayse waa wadaniyiin hadii Itoobiyaanka ay la shaqeeystaan miladeena ay diidan waa AA dhashay digil aw miriflaha markayse waa cadaw wa Soomaali ma ahan Itoobiyaankii oo shalay 1997 ay ka soo dajiyeen marka isla markaana ay ku dileen Baydhabo iyo markaysi xudur ilaa iyo dhanqooq ilaa iyo dhilbakool ilaa iyo tiyeglow la garanayo tay dhigeen marka sidaasi awgeed la jiifiyana banaan la joojiyana banaan waqtigay shaqeyn jirtay lafta gareen baa soo gabagabeeyay wuxuu yiri Abraham Hadley kut xisaabta meeshaas ay taagan tahay buu yiri maantay la isuma dawladeyn karo been la isuma sheegi karo la iskama daba wareegi karo xisaabta cayriinka waa in lagu kala baxaa bartaasayna taagan tahay barta ay ka ololi doonto waa barta ay ka banaaxinayso gobolka Shabeellada Hoose halka loo yaqaan lambar 10 cil wareegow sibiid iyo caanole astaysa dhulka sibiid iyo caanole dhulkii professor Dalxa uu ka soo jeeday markayse af gooye ilaa iyo Basra ilaa iyo afka Balcad ilaa iyo Marka ilaa iyo Baraawe ilaa iyo kusoo gooy Qoryooley ilaa iyo markayse macnihi aaga loo yaqaan markayse aw dheegle Bariire bartaasi meedad fara badan waa in laga baara sidii gumaysta markuu soo weeraray dhulkan macnihi ay ugu dagaalameen digil aw mirifle iyo biyamaal ilaa iyo la foolay lafihi taariikhdu sida ay qorayso marka sidaasi awgeed macnihi hadii Muqdisho ciidamo beelaysan la damcay in lagu gumaado macnihi state dhisan oo sharci oo maamul ah oo macnihi state-yada Soomaaliya ka tirsan qabiil ahaan loogu duulaayo oo ummada ay u wada jeedo caalamkana u jeedo dadku ay wada arkayaan Soomaalo dhan marqaati ay ka tahay la aado waxba kama duwanaan doonto caydiid oo Soomaalo dhan wata hawiyana wata salbalaar la baxay huwantiisi duulaan ku qaaday habeen madow 9:30 u guurayay Baydhabo saddexda habeenimana markay semaaye fuulka istaagay Baydhabo qabsaday bakool ku daray iyadoo raxweyn fara badan ee caawinayso 4 sano kadib macnaheey dagaalkii dhacay taariikhda la og yahay meesha loogu soo qooyay lagu soo afjaray ay soo afjareen wiilashii beerka madooba geesiyaasha ururka RRA oo markii ugu dambeysayna xitaa gobol kale aanay ku duulin degmo kale aan ku duulin oo bartaasi loogu soo qooyay ay ogolaadeen federaalkii aanay ogolayn in ay sandulo ku ogolaadaan Cabdullaahi Yuusuf iyo Shaati Guduudna ay ugu dhameystireen dhun BM in ay ku liqsiyaan federaalkay diidanayeen waxba kama duwanee tii hadday ka darantahay iyadoo raxweyntu ay haysato luubaantii Turkiga iyo Samshuutar casriya iyo hub aanan garanaynin baqaar 4 sano xidna oo hadda loo ballaqayo baranbaraba uga soo baxday marka si kasto ay ahaataba waan ismaac salaameyn doonaa hadii Allah uu dalay uu ka raali noqdo live-ka waan ka sii bixi doonaa
باي دبا عوضا ميت فرابدان باي يالة دولات كيدا او يصوير ارتاقين دلجر يا دمول جديد ماركي سيئوغا غفور كسود دوبتاي دونية انا يكفا ايديستان هادبا ادن مدوبي او اه قدوميها بارلمان كصوماليا او او داشاي مايلاند ايو معنى مختار روبو علي ابو منصور او او داشاي مايلاند ايو عبد القادر محمد نور جامع او او داشاي مايلاند ايو نيكا ليرادو ميدكا افراد ايو قدر وحاوي معنى والروبو والجامع وآذن مدوبي ميدكا لا جرى افراد وحي افر تاسي قبان كران جوابان كربنا هدي افر قيل ايو مرفلي هدي افر تاسي او قبان كران هدي افر تاسي قفوت ايو قبان كران ديقل ايو مرفلهم بلاران فرد الله يسوكو جوغ الله يسوكو ما فانوا هدي باتل يشوب او او شيء رحوين نيكا اللي يرادو آذن مدوبي او او شيء رحوين ايو جامع او او شيء رحوين ايو مختار روبو او او شيء رحوين هدي معنيه هوية اي او قبان كران ديقل او مرفلي كو ايجا كبادن ايا او قبان واي افر سنة للدقاء اللامي dad kaan on hubaysanin diyaarsanayn ciidan aan ahayn macaadallahi maantay oo adduunyada hal guri ah raxweyn oo dal iyo dibad joogta 70,000 oo askari u tababaran dugsiga militaryga Ethiopiana u baydhaba uga furan yahay ilmar raxweyn ah de Masar oo dooman iyo maraakiib lagu keenay ku adkaysta meeshan madaxyo badan oo qoyan xaq laalaano ama hal laga guuro baydhabo adisaba hal geeyo ama xamar ayaa qaahira tagi doonta this is what I know intaan ogaahay waa intaas kulli shirkaasi bay dhaba caawa ka dhacay xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisi ma hurdi doonaan ah wixii ka soo baxana macnaheey maba idin sheegay aniga laakiin waxaan ku sheegayaa shirkaasi inuu ka duwan yahay shirarkii hore ee dhici jiray nin walba geedka aa gaadha marka mira ka gooso arma ciidamadan meesha lagu soo guray hadhowdi sidii iidaala iyo daynuunay noqota markii adis sababan ku tukanayna hawiye ay dhahayn tangiga Ethiopianka markii ugu horeysana uu ku kala wareegay lambar 4 armay noqota warhooyma laga joogo war meel aan laga soo celin doonin bay tagi doonta baash waa la iska warsan doona dulmigan cad inay iska qabtaan armay roon tahay beesha hawiye intaasna waxa weeye nasiixadii Nabi Maxamed kama daalin nasiixo macnihi Nuuxna 950 sano Cali salaatu wasalaam ayuu dhawaaqay kalmadda Nuuxna waa dhawaaqa dheerida qeylada waay kii qeylada dheera laakiin xaq inaad ku qeylisida fiican xaq dara inaad ku qeylisida daran sheekadu waxay noo taagan tahay marka markay samcanay wadaniyada beenta Xasan Sheekh Maxamuud madaxtooyada Itoobiyaan uu la joogaa maantay bay dhabana wuxuu leeyahay aan ku shaabadeeyna digil iyo mirifle iyo hoggaankooda inay Itoobiyaan yihiin cadaw ay yihiin bal adiga meel isu dhig ninka soo kaxaystay faraacinta Itoobiyaanka nabiga uu duceeyay asxaabada ma Masar ay aaday markay la soo iriyay Quraysh mise Itoobiya ay aaday rasuulka yiri macnaheey boqor waxa jooga calayhi salaatu wasalaam aan dadka dulmin aada meeshaasi gabdho iyo wiilal asxaabtii nabi Maxamed calay ba meeshaas tagay ku badbaaday Masar maxay u tagi waayeen taariikhda lagu yaqaan Masar waxa weeye in gabadhii dhashaa wiil la gowrici jiray nin dhii jiray aniga ayaa ah rabbiga ugu sareeya yaa ka dambi badan nin joogay baan ognahay marka in Masar macnaheedu xukuumadda maanta joogta Sisi oo culimadii laayay oo dadka laayay nalooga dhigo markayse macnaheedu dowlad muslim ah Ethiopiana macnaheedu Christian ayaa soo duushan la dhaho haddii xuquuqul jiiraan baan bay ilaalinaynaaba haddii sidaas tahay arma Soomaalinimo la doonayo Soomaalinimo hadii la doonayo niyo ajnabiga oo dhan aan iska dhaafno Burundiga Ugandeeska macni Djiboutiyanka Masarka ku hadda la soo wado maxay Ethiopianka arman iska dhaafna Soomaaliyeey anaga walaal ah inaga walaal ah inaga dhalanay dal iyo dibad anaga wax su ah arman xiqdiga qabyaalada sinan la'aanta radidiilada markayse macnihi diin xumada arman ka baxna arman walaal noqonna geel jira geel waa uuda jirta una kala jirta nin walba gurigiis iyo deegaankiisi macnaheey intuu ku ekaado walaalow bay arinta ku roontahay walaalow arman dalkan ku wada wadna oo libdhan raba oo macnaheey degi raba doontiisu ay baxa dagayso hadii sidaa la waayo nidaam federaalka uu hirgali waayo ana adiga ana ka sareeya adna muwaadinka hoosa tahay de 60 sano macnaheey wax lagu soo gaari way burbur laga helay hadii taad la waayo haddii wadaniyadii beenta ahayd oo madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen uu noo sheegay tiiba bilan oo annagana aan ka sameynay aniga nafsadeyda aan ka sameeyay habeen
لبها بين كور هاستي رياضة أفكيس أنكالي مدحويني عبد عسيس حسن محمد لفتا قرين إلهي حفدي أدوني أقرو جيسيني مدى وحن لاي يحي تالي يشوب يو أضياش الله ميتكا هلقا قبطو أضيقاس تالي يشوب أيا أقدران هلقا قبطو أضياش الدقلي مريفلي وحن لاي أدن مدوبة كقبطة الدقلي مريفلي وحن لاي روبو كقبطة جامع كقبطة داد كاسي أنك ماشا مقاي سنين هوية كان صدي ماشا قايستي دولدنا وحبار لا يسكو دردر صدي بالايري هوية ما أقلانا يا مانتي هدان أنيقو أدن إنجريسا مدحوينها صومالي